السلام عليكم، عدنا للعبة ليج اوف ليجند بحلقة جديدة بنمط الرانكت. واليوم عندنا مباراة جديدة بأكاونت، طبعا الاي يو ايست. نعم، اي الاي يو ايست عم نشكل بالاكاونتات حسب ال يعني حسب كل فترة هيك نشكل. كمان احيانا بيكون اكاونت او سيرفر مسكر، بنروح على اكاونت غيره. كل مرة بنلعب بشي، بقى اليوم يعني على الايست. طبعا نلعب بهذا الشامبيون هيكارم، هيكارم الوحش محبوب كتير من الناس. كنا موفقين بمجموعة من الحلقات لهذا الشامبيون على مدار 170 حلقة. طبعا عم نحكي يعني من السلسلة تبعنا 170 175، ما عرف قد وصلنا. بس المهم انه يعني كان شامبيون له حلقات جميلة، له لقطات لا تنسى. بقى نحاول يعني شو الأوضاع. هذا اجا، كان موجود واجا. Send me to battle. بداية لاحظوا عنا اللاعبين ما اجوا. اطلع اشارة يجوا بساعدونا شوي. إشارة لكيت. كيت يمكن أفك، يمكن هي الفكرة كلها إنه مشان ما أصرف بوشنات. المهم اللي بدنا نقوله بقى نحن بشكل سريع أول ما تبلش اللعبة، مين في معنا بالفريقين؟ معنا زد ميد كاترينا توب. شايفين هدول كاترينا كتكوتا وزد ميد، هدول ثنائي يعني هن أقوياء كثير، بس كاترينا توب قليل ما نشوفها. قليل نعم. وهل هي جيدة؟ نعم، ما في شيء سيء، ماشي الحال. ترجع الشغلة للاعب ومين ضده وهالاشياء هي. مين بدنا نحكي كمان؟ مين في عنا لاعبين كمان؟ عنا كارما وكوين، هن الثنائي اللي حيكونوا بالبوتلين، ايدي كاري وسبورت، وانا هيكارم جانجل. الفريق الخصم عنده اري ميد واودير توب، يعني اودير ضد كاتارينا. ما بعرف هالثنائي شو حيصير فيه، او هل العدوين هدول مين حيروح بيناتهم. عندهم ماستر اللي عم نلاحظ فيه كثير مشاهدين بحبوه. ورانا لعبنا فيه لهذا الشامبيون كثير، شي حلقات مع المشاهدين، شي حلقات رانكت، شي حلقات مع الشباب بالاي او اس يعني. رغم هيك لسه في ناس لهلا بتطلبه، يعني محبوب، شامبيون محبوب. يلا منيح موجود بالمباراه ليستمتعوا اللاعبين فيه. واخيرا لوكس مع اش هيكونوا بوت لين. شوف هل ممكن نعمل جانك لاري؟ هلا نشوف هذا الشيء. انطلق باقصى سرعه هيك، استعمل الفلاش وضربه زياده، طبعا ما قدر يصيبها باي شيء. حاول نعمل جانك لاودير. انطلق باقصى سرعة، بيطلع بفلاش، ضرب بس ضربة ما قدرت. ما في بهالليفل، استنى شوي بركي بيغلط ويقرب. ما شكله حيغلط ويقرب، ما شكله حيغلط ويقرب. بنوب انطلق باقصى سرعة. طبعا عم لعب بسكين هي تبع جيمنج او شيء بتحسها، ما بتذكر شو اسمه والله السكين، مو على بالي هلا الاسم تماما. طبعا حدا المشاهدين بالكومنت بيقدر يقول الاسم، ما في مشكله. اسم السكين بس هي بعتقد يعني سونا اذا بتتذكروا، كمان عندنا لها هيك سكين وقت تموت تكتب جيم اوفر. حلوه كانت الفكره. يمكن اركيد هيك كارم. نعم يمكن اركيد هيك كارم، يمكن. حاول مرة ثانية يطلع لفوق باستغلال، لأنه أودير ما عاد عنده فلاش وما حط وورد. استنى شوي، انطلاق سريع.
ضربه بالريد، ضربه كمان ما فيني نط عليه. ماتت كاترينا بدون ما ياخذ كيل اودير. يمكن يكون هون، ما له هون. يعني ما خسرنا شيء بصراحة. اجا هون طاقته كبيرة، شافني فيرست بلاد. يا حاطت وورد يا ما بعرف شو، يا اما اتوقع انه اكون انا هون ولا ما بعرف. اعرف طبعا من هيك من هيك. انطلاق سريع، وفيني فضي هدول بعدين. هاد 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 تكون رجع طلعت البلو. ممكن ممكن بس كيف حبك للقطه؟ اكيد كان معه شي 3 بوشن يمكن، هيك اتوقع. شو معه فلاش؟ طبعا انا بحب اذكر اني عم بلعب تانكي، بكون تانك بقى بالواحد على واحد ما حكون جيد ابدا، بعتمد على الحلقات الجماعيه. ايدي كاري تبعنا بيقتل ايدي كاري فريق الخصم. اخبار جيده من الخط التحتاني. انباء سيئه من الميدلين. الودير بخوفني انا والله. الودير 29 تات كاترينا. رجعت اريا. اريا رجعت. شكلها هجيب الليفل 6 قريب، لسا بدي وقت. يلا يلا هاي ليفل 6 منيح. فكرت انه ما حيكفي هذا ال هل حيموت هالمرة هالأدير ولا لا؟ هلا نشوف. كاتا مع ليفل 6، فوت عليه هيك وبطلع. يلا يا كاتا اخذنا كيل. ماستر هون بطاقة كثير قليلة، طاقة كثير قليلة الماستر. هرب تشتغل كله. لا 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 ماستر كيو واحدة فقط، كيو واحدة ماستر كان مات. وأول ما شافني شو عمل؟ استعمل الألتيميت ليزيد سرعته ويركض أكثر. يعني كل أخذت الأنفاس. آري ما عرفنا إنه هي تركت الميد بصراحة يعني، بس ما بحب نلوم اللاعبين خلص. بس كل فظيعة كل فظيعة. هاللعبة بالذات جابالي روح على الأرمور لأنه حتيت حيكون دمج عندهم أرمور عالي كتير أتوقع. روح الريت، نحاول ندعم البوت هلا بقى بالألتيميت الجاي. كنا عم نقول نروح على البوت ولكن البوت قدر ياخذ كل على ايدي كاري الخصم. معناتها الدعم بده يكون للميد، حاسس انه توب خلص يعني جبنا كيل بكفي. ورجيني شو نجرب على قارب. ما في التي يعني. هذا القلب مع ضربة القلب هروح لتحت على هون اول شي بعدين لهون. عليكم ماستر تروح لهون بسرعة. 8 ثواني على الالتيميت تبعي. انا على وصول على وصول. اضرب اش، اخذنا اش. فقيان الاري اري هل بتموت معنا ولا لا؟
ما عاد اريد دبل كيل. هل ممكن تولوكس كمان؟ ما عاد في مانا، ما عاد في مانا، ما عاد في مانا، ما فيني. لا حرام، صعب الفلاش كمان. كان في مانا، كنا فتنا اخذنا تريبل كيل، بس كثير مخاطره بهالطاقه القليله. بيجي ماستر، بستعمل السرعه الصاروخيه تبعي، بهرب. هاي فلاش طبعا. لا تخافوا يا مشاهدين، لا تخافوا، ما حنموت، ما حنموت، لا ما حنموت، ولا كارما خايفة أكثر المشاهدين. نروح على هذا الجولم اللي هون ونشتري، خلينا بس سألنا 1400 شو نكمل هاي، نروح على اللي بعده ونرجع له بعدين. أنا طبعا المين تانك بالفريق، يلا حخلص هاي هلا. اتركها يلا، معلش هروح اشتري 1500 300. هيك بس، مات الايدي كاري تبعنا على ايد الماستر. هل في على الأقل إذا ما نعرف فوق بعيدة؟ والله مشوار، ما فينا نروح لفوق، بس فينا نجرب على آري كشفة أول شيء. في وورد نشيلها، ننزل لهون. شافوني، عندهم وورد هون. حاول اضرب ماستر شوي، استغل انه هو لحاله بعيد. اجت اري، كتروا كثير، كتروا كثير. انسحاب، انسحاب، انسحاب معي التي طبعا، بس عم استنى لانه عم شوف بركي زد بيجي، بركي كوين بيجي، بركي مظبط الزوايا. عم استعمل بوشن، احتماليه علقه، ما بنعرف. مات العلقة لساتها قائمة. ما بينفات عليها. نرجع لعند اش مرة ثانية. لوكس هون. انطلاق سريع جدا، حاول وقفها، ما بقدر. كثير يحتاج الواحد لرد ليقدر يعمل جانك كارن. ثلاثة هون، شوف طاقة لوكس قديش قليلة، ما فيني اقتله. انسحاب سريع، وداعا يا ماستر. انا هيكارم السريع. لا لا، دمجو عالي، دمجو عالي. 133 ارمور 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 ارمور. وينك وينك؟ هاد بدنا اياه، بدش بالارمور تبعه، ما جبناه خلاص. معركة فوق شغالة مين كاتا و كبير كاتا، احنا بنبيعها بعلقة الجماعية وخلاص. يعني كل شيء بدنا اياه من كاتا هو التيمت. شوف هنا فوق نطلع. ما في التي، ما في التي، ما في ريد، شبه مستحيل الجانك على اودير.
هجرب روح جيب الريد وارجع اطلع لعند اوتير. لا دراغون هو مفكر فيني ناخذ دراغون بس صعب صعب. تطلع شارج باك هجرب شغلة ما بعرف اذا بتنجح بس هي محاولة. هروح هيك لف من هون واجي هيك. هو يمكن حاطط ورد هون وانطلق هيك اضرب اش وينك يا اش. تعال تعال ما حتقدر تهرب ما حتقدر ما حتقدر ما حتقدر ما حتقدر. لسه ما استعملت الالتيميت تبعي كمان عم بضربه بالريد خلاص الريد شلته شلل مات. هلا بفوت على دراجون هذا الدخول مزبوط. نعم خلاص شلنا الايدي كاري فينا ناخذ دراجون بسهوله. عشرة عشرة شو هالمباراة؟ شو هالمباراة؟ على فكرة احنا الموتات اللي متناها يعني كان فينا ما نموتها اتوقع. بيطلع هذا التاور فكرة ليش لا منيحة. اه لا اجا ماستر طلق لهون ودير تحت التاور عم يقتل كارما بس ما بعتقد بيطلع منها لانه بكير على الحركات كثير قد ما كان تانك قوي او بيستحمل ضرب من التاور. هذا لا يعني انه بيقدر شو هالدمج شو هالدمج تريبل كيل من ماستر. اه بي اف استاتيك دمج كثير عالي. طبعا انا ما كنت مشتري بس يعني ضل دمج كثير عالي. هات التور راح ناش 14 اذا طبعا بتلاحظوا انه روح لهون يا ترى ممكن طلق على اش هاش مثل الايدي كاري السبورت تبعنا عفوا بس بيموت على ايد الايدي كاري. هروح شوف هل لساتها موجودة البلو هون انا شايف اري فوق. لا راحت. اوه ماستر اجا ليكو معه البلو هلا اخدها زيد بهالوقت عم بياخد النص زيد ضد ماستر واحد على واحد. هحاول ساعده اجا بلحق قدر يربحه ب 100 طاقة فقط. انتبه انتبه طريقة مقاري ازعجها شوي معلش. ازعج ازعج في ريد في ريد اسحب الريد للاعشاب. Thank you.
ما معي مانا استعمل ألتي. دبل كيل، يلا استن استن يا كارما. تريبل كيل. هذا مش كثير كبير. شكله هذا لازم نجيب له هيك شيء. حل الوحيد. Your turret has been destroyed. I do not rest. Send me to battle. استعمل عليها السمايت. نزيد معه ايتمات منيح. اخفت على الايدي كاري. لقطني من ورا الحيط يا الله. كاترين حتى تساوي شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. How is it? دامج ما حدا فرين عم بيموت. هل الوحيد قتله تحت التاور؟ كاترينا فوق اخذ التاور بس حتموت. اشتري شوية ارمر اكتر. ما في مانا طبعا. شت داون من زد. Out.
اريو ماستر بوت لين. دراغون ميت. نموت اثنين من فريقي بثواني. سرعة منطلق وقدر ادفع دم موت. تليبورت هون يمكن هي اسلم قرية اعمل فيها تليبورت. هون شو عم بيصير؟ نفوش هون بسرعة. كمان نتقدم أكثر شوي. نرجع نشتري. ومية وثمانين لسه بدنا أكثر وقت. ممكن نقتل الهات يا ترى؟ اوه ما طلع عندي على الصورة غير بعد ما طار. نطلع لهون عند اري. لوكس هون هي وماستر. تسريعة من كارمو. كاترينا ساعة عم تموت فوق. تسع موتات كاترينا. على اري من هيك برجع. اجا ماستر. حاول ركز عليه اذا قدرت. مات ماستر. انطلق وراء اري. عملها فلاش وبقتلها. أسرع عندي على أمل الهروب. ما بعرف إذا حقدر ولا لا، بس بدير أسرع مني بشكل عام بسبب تسريعاته.
يعني حاول بدي ايه ما في مانا ما في مانا عنده هذا الايتم يبطئ كمان الجانتلت صار في عندنا هاد هلا بدنا طاقة او في عنده ماجيك عالي يا ترى هاد حبلش بهي الطابة وبعدين بجيب هي وبعدين بكمل كل شيء هاي الخطة تبعي الحالية هاد الايتم جبته حصرا لماستر كارما بتموت فوق زد هو لاعب عنا يمكن كدمج موجة اش زد انطلق لعندك انا انطلق باخذ السرعة خش اش خلص اش انا ما بينجاب التاني هذاك سريع كتير صار 850 وماستر هون نعمل هيك ماستر هون بهي دمج كثير قليل انا لكن حاول اقتله معي ثرون ميل ما حدا يقتلني اذا هذا الايتم الثرون ميل في هون في معركه كمان حاول جيبه بيهرب فينا نجرب نشوف هون في وول ما في وول انطلق باقصى سرعه هيك بموت ادير حاول فوت على بارون سامية سمايت تبعي يلا يلا كمان اخذته طلق لهون حطيت من لوكس هون اوه لا لا تموت لا تموت عمل له ستان يا سلام يا سلام مو ستان فير اللي هي اللي بتجي من وراء الالتيميت تبعي ماستر لحقنا لازم نرجع لازم نرجع بلا ما ياخذ علينا دبل كل مجانية ليكو 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 لا قتلوا بشتري بسرعة 450 1450 هلا بدنا أكثر انطلاق سريع لهون شو معقول نربح 28 43 النتيجة كثير غريب الوضع هافي وأنا ما عم بقدر أدخل بأجواء قوية باللعبة لأنه ما بيعطوني فرصة كتير هون مقاطعة نجيبه لهذا الزهرب هو كنا بيعمل تليبورت هون والله منجرب ما بتعرفوا بعض الناس ممكن يصير مع بعض الأشياء لحقته نعم لحقته نعم 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 وآش وراحت آش وكمان حاول على لوكس يلا يا لوكس
يا سلام على الكلات اللي اخذناهم، يا سلام نرجع على هذا الدور. مين حافين يعملوا تاني؟ اوه ماستر هون، ماستر هون حاول نرجع نقاتل. وفي اري، اري حتموت ولا لا؟ صفينا بس انا وفوت بالتي هيك، خلصت بالتي. نعم ايست، لف اللفة لنفوت مع اليونيتات من هون. مين بيصدق شو بيصير؟ مين بيصدق انه نحن عم نرجع بالمباراة رغم ادائنا الرديء؟ نعم يمكن هي اضعف مرة نلعب فيها بالشامبيون هيكارم. طبعا هذا السبب كثير قلة الممارسة بالشامبيون بتأثر جدا جدا جدا. يعني اخر مرة لعبنا بالشامبيون كنا لعبانين فيه حوالي، لا من فوق، من فات، من فات، في وقت ما في وقت، ما في وقت. ودير اجا بس حاضرب كم ضربة معلش، بس انسي حالي. ودي رامي حاول يلحقني. عم بقول للفريق تعالوا، عم بعمل له بيت. فريق يلا تعالوا، انا تانك ما حيقتلني، ما حيقتلني. هذا احلى بيت بالعالم، بالعالم. نعم مات مدير، مدير مات خلاص. وداعني وداعني، غلط غلط. اشتري هذا الايتم، وقوي بقى طاقة. طيب بسرعة صاروخية لفوق، لازم نفوت لهون. طبعا بارون باف خلص، اذا واحد يفكر انه في بارون باف ولا لا. ولهلا لهلا رغم كل شيء عم بيصير سكوراتنا قلب كثير. لا لا 34 45، ما معقول ما معقول. اذا ربحنا هاي المباراه بدها تكون من اغرب المباريات، ولكن انا حاسس انه هلا يعني بالعشر دقائق الاخيره بلشت العب مثل ما كنت العب بهذا الشامبيون من زمان. يعني اخطاء كثيره كانت بالبدايه، هلا الاخطاء عم تقل، وهذا الشيء اللي بدنا اياه، تركيز لاقصى حد بركي نقدر نربح اللعبه. كارما بس ما تنلقيت هون. طبعا انا بدي ركز على اش، اذا صح لي اني ركز على ماستر حركز، ولكن رفقاتي مفروض يقتلوا ماستر، انا ركز على اش وهيك نربح العلقه وخلاص. اذا ماستر كمان ضربني هذا الشيء كثير منيح. ماستر ليكو حلو كاتا، حاول جيب ماستر هون. حرام فريق خصفات، فوت بالتي هيك، ركز على الاي دي كاري شوي، ركز على الاي دي كاري. فريقي مرتاح، نضل مكملين. يلا يلا وماستر مات خلاص. فوت فوت على اش، على اري، اري هل بترجع معنا؟ اري ما معي شيء بطاله مشان هيك ما حستعمل الفلاش. هات فشه بس طفشه. يلا يا كوين وخلاص، ايس مني. نعم ايس مني. مين بيصدق؟ مين بيصدق؟ ولهلا يعني قتلنا خمسة ما مات منا حدا، ورغم هيك يلا نقتل التوار بهالطاقة. ماشي الحال، فيني اعمل تانك، انا تانك فيني استحمل. يلا 4000 طاقتي تقريبا الكاملة. نعم 4000. اذا بناخذ هي، مين بيصدق قتلنا خمسة ما مات منا حدا ولساتنا 39 45؟ نعم فرق خيالي بالسكورات، مباراة رانك لن تتكرر. نعم عودنا هيكارم على مباريات، والله بصراحة لحنا ما كان لنا الدور بالفوز مثل ما كان يصير بمباريات قليلة كتيرة بهذا الشامبيون بالذات، ولكن بهالمباراة يعني ما بعرف متنا حوالي الكذا موتة. هحاول اتذكر هيك بشكل سريع شو صار بالمباراة. بتذكر ايه احد الشغلات اللي بتذكرها ما حكينا فيها، اللي هي الموتة الثانية تبعي اتوقع بالوقت كان ادير الثانية او الثالثة، وقت كان ادير لاحقني تحت على اليمين اتوقع، بعد ما هيك تخيلتها شوي ولهلا عم تخيلها. شايفين المباراة قد ايه صار لها؟ هلا حتى رجعت تخيلت الموقف. لو استعملت الفلاش واستعملت الاي بعد الفلاش كان ما لحقني.
كنت ما متت يعني، هاي خطأ عملته، هذا من لأنه خطأ قلة الممارسة بهذا الشامبيون، صار لي فترة ما عم بلعبه، بس لو عملتها فلاش إي كنت الركضة السريعة يعني كان ما لحقني، هيك أتوقع أتوقع، ويمكن كان لحقني بكل الأحوال ما بعرف. أخطاء ثانية كانت الفيرست بلاد، ما بعرف، ما فينا نعتبرها خطأ كبير لأنه كانت محاولة، محاولة هرب الأودير أصلا، هرب على ضربة، وأنا كنت عم بعمل تليبورت، ما في مكان تاني أعمله تليبورت فوق، بقى متت فيه. ويمكن يكون خطأ كمان إنه الواحد يفوت في، يعني في نوعين بليج أوف ليجند باللعب، دائما يا بتكون دفاعي وعلى المضمون، يا ما بتخاطر والمخاطرة معروفة يعني، يا ممكن تزبط معك مرة يا ممكن ما تزبط معك، هي نسب بترجع بالنهاية. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالمباراة الغريبة التي صرنا هلأ، يعني هلأ 170 حلقة، والله شو بدنا نقول، صار معنا هيك مباريات قريبة، بس مباراة لهالدرجة يكون الفارق قد ايه كان، والله جعبالي المشاهدين بالكومنت يقولوا لنا قد ايه اكبر فرق كان، اكبر فرق بقصد فيه يعني لو طرحنا الرقم الكبير تبع الكيلات تبع الخصم من رقمنا، يعني قصدي مثلا كان رقم الخصم شيء 40 كيل او هيك شيء 35، نحن كنا 20، يعني فارق شيء 20 كيل كان بالمباراة تقريبا، ما بعرف، قولوا لنا بالكومنت قديش كان فارق الكيلات، بس هالفارق الرهيب، ورغم هيك ربحنا، ورغم هيك لاحظوا لاحظوا لاحظوا، رغم هيك انتهت المباراة وسكور الخصم بعد ما قتلناهم الخمسة وما مات منا حدا لساته أعلى من سكورنا، والله شيء غريب يا ليج اوف ليجند، شيء غريب شيء غريب، الرانكت مجنون بهاللعبة. أنا أتوقع 90% من المشاهدين عم يشاهدوا المقطع قعدوا يقولوا شو هالمباراة، يعني بوقت معين أنا لو مشاهد المباراة يمكن أقول ممكن يقول شو هالمباراة، خسرانة أكيد، ما في أمل، شو المحتوى بهالمباراة، شو عم بيصير، اللعب ما حلو. أنا فعلا والله اللي بيقول لعبي ما حلو بهالحلقة بقول له إيه، اعذرونا بأول 25 دقيقة المباراة كان سيء جدا، أتوقع يعني لعبي من أسوأ المرات اللي بلعب فيها بهيكارم بال170 حلقة. إذا تكرر هيكارم 4 مرات يمكن أو 5، هاي أسوأ مرة، هاي أسوأ وحدة، ولكن ما هذا المحتوى هون اللي بنقول عليه، حتى لو كان لعبك سيء لا تستسلم، ضل حاول للنهاية ولا تتخانق مع أعضاء الفريق شو ما صار. احنا طبعا ما عم نحط تشات لأنه أحيانا بصير في ألفاظ ما حلوة وكلمات ما حلوة، ولكن يعني ما بدنا، بعرف في عندي بعض المشاهدين صغار بالعمر كتير، ما لي حابب يشوفوا أي كلام مظريف، مشان هيك ما حنخلي الشات، معلش يستحملونا بعض الناس، إلا إذا واحد قاعد بيطلع على الشات عم يحاول ينكش الكلمات، هذا ما فينا نساوي شيء، بس أنا هيك يعني ما لي حابب يحضروا الصغار بالعمر كلمات عندي بالقناة، قد ما بقدر أقلل، يعني شغلة مو بإيدي، برجع بقول إنه الشغلة بإيد، يعني هاي الشغلة عم اللاعبين هن اللي بيتصرفوا، بيجي كل واحد عم تلعب كل مرة مع 10 لاعبين او 9 لاعبين عفوا، انت العاشر عم تكون ما بتعرف حدا منهم، عم تلعب دائما مع عالم ما بتعرف من اي بلد قد ايه عمرهم قد ايه تربيتهم، بس يعني عم حاول هالشغله. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقه، بتمنى تقولوا لنا بالكومنت اذا كنتوا متوقعين انه هالمباراه فيها امل من الفوز اساسا بعد ما شفتوا ماستر عم ياخذ تريبل كيل ورا تريبل كيل بكل سهوله. بعتقد انا اخر شيء، يمكن اخر شيء صرت بقدر استحمل ضربه، نعم بعد ما جبنا الفورميل بوقتها هالمنطقه هاي صرت بستحمل ضربه لماستر. ماستر له معجبين كتير بهديهم هالمباراه، بقول مو شرط دائما نحن نلعب بالشامبيون، خلص وصلنا لمرحله بلعبه ليج اوف ليجند، شو ما كان الشامبيون اللي عم نلعب فيه ما تيأثر، اللي بيهمنا انه نعرض مباراه، نعرض محتوى، نشوف شو عم بيصير، يتعلموا الناس فكره امتى الهجوم، امتى ناخذ بارون وامتى ما ناخذ بارون، امتى ناخذ دراجون، هالاشياء هي، يعني نحن هلا بهالمباراه اكيد انا بتاكد اذا واحد بيلعب بيحضر المقطع حتى مره تانية مثلا، بس عم بيفكر طبعا ما يحضروا هلا فورا مشان ما يمل، بس اذا اجى خطر على باله بعد كذا يوم يرجع يحضر هذا المقطع يركز على ماستر بيستفيد، لانه هو فعليا كلياتنا بنعرف انه خلاص عارضين كذا مقطع لماستر، 5 مقاطع يمكن او 4، بنعرف الكيو شو بتعمل والدبليو شو بتعمل والاي شو بتعمل والالتيميت شو بيعمل، بقى اذا بتحضر له انت بهالمباراه بالذات بتشوف انه شو عمل، طيب خلاص باينه انه اكيد اول 10 دقائق عمل فارم وعمل جانك لهون، عمل جانك لهون، بعدين عمل تريبل كيل هون، شو الايتمات اللي اشتراها، كل شوي اللي احنا عم نعرض شو عم بيصير، بقى فينا نعرف تقريبا شو عم بيصير، فينا نشوف بالعلقات انت استعمل الدبليو تبعه هيل،
بالطريقة اللي استعملها فيها اللي أنقذته كذا مرة، لاعب جيد جدا طبعا، ما في غبار عليه أبدا. كل لاعبين الخصم كل مباراة كانت ظريفة، ما كانت سيئة أبدا، بس وجود كاتارينا كان مغير بالخطة، يعني عملها خطة غريبة بس أعطانا أفضلية والله بالعلاقات الجماعية. مثل ما قلت بقلب المقطع، قلت كاتارينا واحدة واحد تخسر، معلش مهم بالعلاقة الجماعية. ودير وكاتارينا تقارنهم، ودير تانك، أنا عم عوض موضوع التانك، كله تانك، ما اشتريت شيء غير تانكينج، بس دم الجماعة تبع كاترينا خيالي إذا ما توقفت. طبعا إذا توقفت ما فيها تعمل شيء، يعني إذا أدير ركزها. والله تعبت حكي كتير بس بيستحق. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة من لعبة ليج اوف ليجند من هيكارم، محبوب كتير من المشاهدين، بعرف كتير مشاهدين بيحبوا هذا الشامبيون، يعني له قاعدة جماهيرية كبيرة. برجع بقول اعذرونا على اللعب بهذا بأول 25 دقيقة، لأنه صار لي زمان ولعبان بهذا الشامبيون، بس بعتقد إنه أخذت إيدي عليه آخر شيء، وبين هذا الشيء من الكومبو تبع الألتيميت. هي للمبتدئين بنرجع بنقول الكومبو تبع كيف إمتى تكبس إيد، تزيد سرعتك، تعمل التيمت وتدفش التارجت اللي ضدك لورا باتجاه فريقك. هي القصه كمان حبيت اقولها للمبتدئين اللي ما بيعرفوها، لانه هي كثير بتساعد. انا عملتها اكثر شيء على الاي دي كاري على اش، يعني كنت اركض اعمل التيمت لقدام وادفشه لورا، الطريقه خلاص مات اذا عملت هالحركه انت. ومتى ما مات الاي دي كاري مين صفي؟ اري وماستر. فريقنا عم بيعمل كل الالتيميتات على ماستر عشان يقضي عليه، صفي اري، اذا ما حيقدر اري لحاله يعمل شيء ضد باقي اعضاء فريقنا، وهيك ربحنا. والله انا مالي مصدق انه فزنا هالمباراه وعم نقرا فيكتوري، بس هي هي لعبه ليج اوف ليجند. ما تنسوا تلحقونا على روابط فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، انستغرام، تويتش تي في، وطبعا هدول الروابط الاجتماعيه كلها بصير فيها شغلات خاصه، والانستغرام فيها صور خاصه ممكن ما نشوفها لا على اليوتيوب ولا على اي مكان تاني. الحقونا عليها، وما تنسوا تحطوا لايك، اشتراك، مفضلة، شير. طبعا هدول الاشياء كل ما يكون لايك وشير اكثر، كل ما بتزيد سرعة تنزيل حلقات ليج اوف ليجند. مثل ما قلنا هذيك المرة، يعني اذا بنجيب 1500 لايك تقريبا على هالحلقة دغري بتنزل الحلقة اللي بعدها، واي ارقام اقل بقى بتزيد من سرعة امتى حتنزل الحلقة القادمة. يعني بحلقة جاليو وصلنا ل 1200 لايك، هذا الشيء خلى الحلقة اللي بعدها تنزل باليوم اللي بعده تقريبا. هذا الشيء كان حلو، حلو كان. خلينا نحاول نعمل مثل ما عملنا بحلقة جاليو، نضل هيك. حلقة جاليو 166 يمكن كانت تقريبا، 167 والله ما اتذكر. المهم حلقة جاليو يعني اللي مشاهدونا بيعرفوها، اذا عملنا هيك نفس الطريقة كمان بنسرع من ليج اوف ليجند. اذا ما عملنا، لانه الحلقة الماضية ما كان عليها لايكس كثير وهيك اشياء، بقى اضطرينا انه نطول تنزيل الحلقة. طبعا الشغلات مو بايدي انا، انا ما دخلني، انا بساويهم، هدول المقاطع موجودين. يعني هلا بحطه، انا بسجل كذا مقطع، بقى المقاطع جاهزة، بس هي المشكلة تحدي المشاهدين مع نظام القناة اللي هو الراعي الرسمي بيحطوا هالاشياء. انا يعني على البورد، البورد لحاله بقى خلاص كل المقاطع موجودة، كله مجهز، كل شيء تمام، وقت يصير في عنا نسبة معينة. وما دخلها بهاي الالعاب، يعني ممكن تكون ليج اوف ليجند عم تجيب قد ما كانوا باقي الالعاب عم يجيبوا صفر فيو، صفر لايك، ما بيأثر. كل لعبه لحالها، يعني ما حدا يفكر انه اذا بننزل كتير من اي لعبه تانية، الالعاب الثانيه بننزل منها كتير لانه لسه ما عندنا مشاهدين لها بالقناه، عم نجيب مشاهدين جداد لها. بينما لعبه ليج اوف ليجند صار لها زمان، يعني 170 حلقه بالرانكت، عم تحكي عندك شروحات وعندك انماط غير الرانكت، واللعب مع الشباب واللعب مع المشتركين، وهدول بيطلعوا لفوق 300 مقطع تقريبا. لول 300 رقم كبير بقى، ما عاد يعني لحالها، هي عالم مختلف لحاله، كانه قناه لوحده يعني فعليا. بقلب قناتنا في قناه هي ليج اوف ليجند، هيك بدنا نقول. كان معكم عمر اول جيجن 1، وبشوفكم بحلقات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.